طيب ده السطر رقم 63. هنرتفع سلسلة وهنرجع تاني فوق أول بريد، وهنعمل بريدين اتنين. هعمل هنا تزايد بريدين اتنين، واحد اتنين، سلسلتين. تاني بريد هعمل فوقيه تلاتة بريد، تمام؟ يبقى فوق التاني رقم اتنين هعمل فوقيه تلاتة بريد، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين. فوق التالت هعمل بريدين اتنين، واحد اتنين، تمام. طيب هعمل بعد كده ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هتجاهل غرزة الفشار، وفوق اول بريد بعده هعمل غرزة فشار من تلاتة بريد، واحد اتنين تلاتة، واقفلهم مع بعض غرزة فشار. اعمل بريدين فوق البريد التاني، واحد اتنين، سلسلتين. اتنقل لي اول بريد بعد كده، وهعمل هنا انا بتجاهل غرزة الحشو دي، وهعمل هنا بريدين اتنين، واحد اتنين. البريد التاني هعمل فوقيه غرزة فشار من تلاتة بريد، واحد اتنين تلاتة، واقفلهم مع بعض غرزة فشار. ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هاجي هنا عند الثلاث اعمدة، فوق اول واحد هعمل بريدين اتنين، واحد اتنين، ثلاث اسفة سلسلتين. فوق البريد التاني هعمل تلاتة بريد، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين. فوق البريد التالت هعمل بريدين اتنين، واحد اتنين، سلسلتين. غرزة فشار فوق أول بريد، بتجاهل غرزة الفشار، غرزة فشار فوق أول بريد، وبريدين اتنين فوق اللي بعده. سلسلتين، وكرر تاني نفس الباترون اللي احنا عملناه هنا، تمام؟ ده باترون السطر بتاعي، اكرره لنهايته ونرجع تاني.